صار الارهاب هون القيادي تبعه عن التوجيه تبعه صار من المسؤولين عنه هون بعض المسؤولين. بعدما اتهم بمحاولة تشويه سمعة المشايخ الدروز، البلعوث مبعد عن مشيخة العقل. القرار أتى على خلفية تصريحات مناهضة للنظام أدلى بها البلعوث أمام وفد من مشايخ الطائفة. وفي تطور لافت لتبعات القضية، أعلن عدد من الناشطين في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية تضامنهم مع الشيخ وحيد البلعوث احتجاجا على قرار مشيخة عقل الطائفة الدرزية بإبعاده عن الدين. وبحسب مصادر محلية فإن عددا من الناشطين تجمعوا أمام منزل البلعوث بعد تنفيذهم وقفة تضامنية أمام صرح شهداء الثورة السورية في قرية المزرعة التي شهدت أشرس المعارك عام 1925 ضد الانتداب الفرنسي. وهدف الناشطون من اختيار المكان ذلك إلى إعلان تضامنهم مع البلعوث والمعروف بمناهضته للنظام ولرؤساء الأجهزة الأمنية في المحافظة. البلعوث كان قد ظهر في شريط مصور بث على اليوتيوب قبل أيام، قال فيه إن النظام يحاول تشويه سمعة الطائفة الدرزية وإن قوات النظام تخلت عنهم حين تعرضت قرى في محافظة السويداء لهجوم من قبل مسلحين، متهما النظام بخيانة أبناء السويداء ومهددا بتحركات أوسع ضد قوات النظام إذا ما استمرت في تجاوزاتها. إثر ذلك أصدرت مشيخة عقل الطائفة الدرزية بيانا حمل تواقيع مشايخ العقل الثلاثة فيها حمود الحناوي ويوسف جربوع وحكمة الهجري، أوضحت فيه سبب قرارها بمعاقبة الشيخ البلعوث وآخرين معه عازية ذلك إلى خروجه عن مسار الطائفة، ما أدى إلى حرمانه من حضور المجالس وممارسة الشعائر الدينية الخاصة بالدروز. من جهة أخرى حذر عدد من أبناء الطائفة من حصول انقسام يؤدي إلى فتنة بين الدروز بعد القرار بحق البلعوث.